السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه اماره موجود ورا باندا، مكان بيشه. هذا مكان بيشه، اماره واحد دور في جنوب مدينه. انا معك نمان حق جبسيات باكستاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدخل اماره. اول شيء هذا أول غرفة، غرفة مختصر. شوف شغل كيف، ما شاء الله تبارك الله يا أخوي. شوف هذا مدخل رجال، هذا مجلس رجال، ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا شغل في جدران، شغل نعم كلاسيكي سادة. شوف شغل كيف، ما شاء الله تبارك الله يا أخوي. أخوان هذا دور 800 يا أخوي، هذا مغلط رجال، شو شغل كيف، ما شاء الله يا أخوي. شغل سادة نام جدا، ما شاء الله تبارك الله. هذا غرفة نوم خاص، ما شاء الله تبارك الله يا أخوي. شو شغل رسمي كلاسيكي وسادة، ما شاء الله تبارك الله. شغل شوف كيف نام اطلع زي قزاز. شغل هذا باد بويا، هذا دلهين جاهز كل شيء. شغل شوف كيف اطلع حقي، هذا شغل جبسيات، جبس ايدي يا اخوي، ما في جبسن بورد، جبس ايدي. هذا شغل موجود في بيشة جنوب مدينة. هذا غرفة ولاد، هذا برضو شكل ممتاز جدا، ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا مغاسل أولاد، هذا برضو غرفة بنات، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله يا أخوان. هذا أنا أطلع من دلحين غرفة أولاد وروح. هذا شوف مطبخ، مطبخ برضو جيبس، جيبس فرنسي يا أخوي. شوف هذا ما في شرايا، جيبس فرنسي. وهذا شكل صالة، شوف كيف شغل جدرانية، شكل سقف. هذا جبس جدرانية. مثلاً هذا مدخل، مدخل مجلس نساء يا أخوي. شوف كيف شكل ممتاز جدا، ما شاء الله تبارك الله. هذا مجلس حريم، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شغل مسؤولية يا أخوي، شغل نظيف، كل شيء مسؤول إن شاء الله بإذن الله. لو فيديو هذا كويس اضغط لايك وسوي فالو. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.